مع اقتراب فصل الشتاء، ما هي النصائح لتخفيف أعراض الإنفلونزا؟ هل يحمينا تناول مصل الإنفلونزا من نزلات البرد؟ فقرة جديدة من نصيحة الصباح مع الدكتور ظافر عبيد الذي انضم إلينا الآن مباشرة عبر الهاتف. صباح النور دكتور. صباح الخير ليلى. أهلا وسهلا فيك دكتور، وموضوعنا هام هذا الصباح، موضوع نزلات البرد واقتراب فصل الشتاء، كيف نحمي أنفسنا؟ هل من وقاية قبل العلاج؟ طيب طبعا هلأ مع اقتراب فصل الشتاء تزداد أمراض الرشح، الرشوحات والفلو أو ما يسمى الإنفلونزا أو بعض الناس بيسموه الجريب، نتيجة طبعا الفيروس. هناك فيروسات متعددة، طبعا عندما نتحدث عن أمراض الشتاء يجب أن نتحدث عن أكثر من نوع، ففيروس الرشح مختلف نهائيا عن فيروس الإنفلونزا، وحتى فيروس الإنفلونزا هناك عدة أنواع يعني من هذا الفيروس تختصر بأحرف H و N، يعني يحدث المرض أو الإصابة نتيجة العدوى والتي تنتشر في فصل الخريف والشتاء من المصابين إلى الأشخاص الآخرين عن طريق اللمس أو عن طريق الرذاذ الناتج عن الشعال والعطاس. وعادة موسم نتحدث هنا عن الإنفلونزا أو الفلو، الموسم هو عادة من تقريبا يعني أشد الأمراض والأعراض تظهر من شهر نوفمبر إلى شهر أبريل. الوقاية يعني الوقاية ضرورية طبعا لمنع الإصابة بهذا المرض، والوقاية عدة طرق. دكتور قبل أن نتحدث عن الوقاية، يعني هناك سؤال شائع جدا يمكن عند كثير من المستمعين، كيف منفرق بين الإنفلونزا والرشح الجريب؟ طبعا أعراض الإنفلونزا هي أشد ويعني أقوى مثل أو الفلو أو الجريب، أعراضه هي الحرارة العالية، السعال، الألم القوي في البلعوم أو الحلق، الصداع القوي، ألم عضلات، الرشفة أو البردية القوية. الرشح يعني لا يوجد فيه هذه الأعراض، توجد ولكن بنسبة أخف. طبعا الفحص يعني يتم لدى التشخيص الدقيق يتم عند الطبيب، لذلك يعني كل شخص مصاب خاصة بأعراض قوية، حرارة مرتفعة جدا، ألم عضلات، صداع قوي جدا، الأفضل أنه يذهب إلى الطبيب، خاصة إذا كان هذا الشخص لديه أمراض مزمنة وجدية مثل القلب وأمراض الربو، أمراض مرض السكري، فقر الدم. هؤلاء الأشخاص دائما ننصح أنه يذهبوا إلى الطبيب إذا كان لديهم أعراض قوية جدا. أما الشخص المصاب بالرشح العادي فيمكن أن يعني يداوي نفسه بالأدوية الموجودة على الشلف على الكاونتر أو بالوصفات الشعبية التقليدية الطبية، وإذا لم يتحسن فيمكن عندها أن يذهب إلى الطبيب. وليس كل مريض يعني يحتاج إلى الدواء الأنتيبيوتيك. هيدي شائعة كتير دكتور، يعني خليني أوقف عن الأخطاء الشائعة. نحن تعودنا يمكن معظمنا كبر أنه أول ما الواحد بيصاب بالجريب ناخد أنتيبيوتيك مباشرة، يعني أكيد هذا يعني حتى أنه نواجهها في العيادة، يعني يأتي المريض برشح عادي ويطلب أنه دواء الأنتيبيوتيك مضاد حيوي دكتور، مضاد حيوي وعادة ومعظمهم لا يحتاج، لأنه قد يكون يعني معظمهم يكون فيروس، والفيروس عادة لا يعني لا يتحسن بالمضاد الحيوي أو الأنتيبيوتيك أو الأنتيبيوتيك، فهذا خطأ طبعا شائع ويعني نراه بشكل يومي في العيادة، المرضى الذين يطلبون هذا الدواء ظنا منهم أنه يؤدي لتحسن. وعادة يعني إذا كان مصاب مريض بالرشح، فيروس الرشح العادي، يعني سواء أخذ دواء المضاد الحيوي أو لم يأخذه، فإنه المرض سيأخذ مدى يعني بين 3 إلى 7 أيام، وعادة ما يشفى بدون أي دواء أو مضاد حيوي. إذن كيف نخفف من أعراض، خلينا نبدأ بالجريب دكتور أول، وبعدين الإنفلونزا نصائحك، وبعدين هل من وقاية للاثنين دكتور؟ يعني إحنا كلياتنا بنطلع بنشتغل بنلامس أشياء، بنتلامس مع أشخاص ممكن يكونوا مصابين، ما هي أولا التخفيف الأعراض المرض بالنسبة للجريب بعدين الإنفلونزا؟ هلا اولا بالنسبه للوقايه من المرض، ينصح دائما يعني بالابتعاد عن المرضى عن المصابين لمنع نشر العدوى، وعاده الاطفال هم من ينقلون هذا المرض من المدارس الى البيت. اهم شيء في الوقايه هو غسيل اليدين المستمر، لانه هذا الفيروس ينتشر بملامسه انه
اليد تلمس شيئا عليه بهذا الفيروس، ثم الشخص يضع يده على الأنف أو الفم فينتقل هذا الفيروس عن طريق اليدين. وطبعا الشخص المريض أو المصاب عليه عندما يعطس أو يسعى أن يغطي الفم والأنف إما بكلينكس أو يعني بالساعد أو بالمرفق إذا كان ليس لديه الكلينكس، لأنه هذا الرذاذ المنتشر يتساقط على ويتوضع على الطاولات على الكراسي، ويأتي شخص آخر ويلمس هذه الطاولة أو هذا الكرسي ثم تحدث العدوى. فإذا الوقاية من المرض تبدأ من محاولة يعني التخفيف من انتشار عن طريق تغطية الفم وغسيل اليدين المستمر. وإذا كان في البيت مثلا شخص مريض عليه عدم الاقتراب، عادة يعني ننصح بالابتعاد عن الأشخاص الآخرين يعني حتى يشفى ولكي لا يعدي أهل البيت. بالنسبة للقاح، لقاح الإنفلونزا، طبعا هذا اللقاح يجب أن يعطى سنويا، لأنه هذا الفيروس يتغير، يحدث عليه طفرات في الجينات، المكونات الجينية لهذا الفيروس سنويا. لذلك لا يوجد لقاح دائم حتى الآن، ربما المستقبل يعني هناك لقاح دائم، ولكن حتى الآن يجب أن يأخذ اللقاح سنويا، لأنه كما ذكرت تحدث طفرات جينية على شكل الفيروس وعلى بنية الفيروس، وبالتالي فإن الجسم لا يتعرف عليه لأنه الفيروس طرأ عليه تغيير، فلا توجد مناعة مسبقة وهذا يؤدي إلى المرض. يحاول العلماء قدر الإمكان أنه يطوروا اللقاح ضد هذا الفيروس بشكل مستمر، ومعروف أنه يبدأ عادة قبل بدء موسم الإنفلونزا بتطوير هذا اللقاح، بأن يذهبوا إلى الأمكنة التي يبدأ فيها انتشار المرض كل سنة، وعادة ما يذهبوا إلى شرق آسيا وهناك يطورون هذا اللقاح، لأنه عادة تبدأ الأعراض هناك نتيجة وجود يعني معروف الطيور بشكل كبير. كلنا نتذكر موضوع إنفلونزا الطيور وكيف انتشرت من الصين. عادة الإنفلونزا، موسم الإنفلونزا يبدأ من شرق آسيا وينتشر إلى كل العالم، فاللقاح يعني يجري تطويره سنويا ليشمل أكبر عدد ممكن من هذه الأشكال المختلفة لفيروس الإنفلونزا، وخاصة الأنواع التي تؤدي إلى الوفيات. ويعني السنة يعني تم إنه يقولون إنه تم تطوير لقاح فعال أكثر من السنوات السابقة. أريد أن أذكر أن لقاح الإنفلونزا قد لا يكون فعالا 100%، ولكنه على الأقل إنه يقي بشكل، إن كان على الأقل يعني يقي بشكل جزئي، وبالتالي فإن الشخص لا يصاب بأعراض قد تكون قاتلة. يعني بشكل عام أخذ اللقاح أفضل بكثير من عدم أخذه. من أمتى دكتور يعني لازم نأخذه؟ من أي وقت لأي وقت حتى يكون فعال؟ هلا عادة موسم اللقاح يبدأ في شهر سبتمبر وشهر أكتوبر، يكون أكثر شيء فعالا كلما ابتدأنا باكرا، ولكن يمكن أخذه في أي وقت إذا يعني نسي الشخص أو أجل أنه يأخذ اللقاح، يمكن أخذه في أي وقت في هذا الموسم، وعادة يحتاج أسبوعين لكي يبدأ العمل وتبدأ فعاليته. فإذا أفضل شهرين هن سبتمبر أكتوبر حتى نوفمبر، ويمكن حتى أي وقت يعني حتى فبراير. العام الماضي عطينا لقاحات حتى شهر شباط أو فبراير. الأطفال دكتور ممكن كمان ياخدوا اللقاح؟ أكيد اللقاح يعطى لكل إنسان من عمر 6 أشهر حتى يعني كبار السن. بعد 6 أشهر كل إنسان يفضل أنه يأخذ لقاح الإنفلونزا. اللقاح هناك نوعان من اللقاح، هناك اللقاح الإبرة الحقنة، وهناك النيزل سبري أو الرذاذ، وهذا يعطى فقط للأشخاص من عمر 2 سنة إلى عمر 49 سنة. فإذا النيزل سبري أو البخاخ الأنفي، اللقاح المتوفر بشكل بخاخ أنفي من عمر 2 سنة إلى عمر 49 سنة، أما اللقاح الحقني الإبرة فهو من عمر 6 أشهر إلى كبار السن. دكتور فيما تبقى من وقت يعني حوالي 3 دقائق، ما هي نصيحتك لتخفيف أعراض الإنفلونزا؟ يعني ما هي الأدوية اللي فينا نأخذها من على الشلف؟ ما هو نصيحتك إنه الإنسان إذا أصيب بالجريب أو بالإنفلونزا شو لازم يعمل؟ هلا طبعا كما ذكرت انه عاده من لديه امراض مزمنه مثل السكري والقلب والامراض الكليتين، غسيل كلوي والربو، هؤلاء يجب فورا ان يذهبوا الى الطبيب اذا كان لديهم يعني اعراض شديده، حراره عاليه، صداع قوي،
ألم في العضلات، لأنه هناك مضاد حيوي خاص بالفيروس أنتي فيرال، هذا مختلف عن الدواء الأنتيبيوتيك أو المضاد الحيوي الذي يعطى للبكتيريا، وهو خاص لهذا الفيروس. وطبعا الطبيب يقوم بفحص يعني فحص معين ليكتشف إذا كان الشخص مصاب بالإنفلونزا، ومن ثم يصف هذا الدواء. فإذا هذا لمن لديه أمراض مزمنة. أما بقية الناس فقد يستطيعون يعني إذا كانت الأعراض خفيفة لمتوسطة أنه يعالجوا أنفسهم في البيت بمسكنات الصداع، بخافضات الحرارة. طبعا تايلانول موترين هي تعمل على الطرف على الناحيتين، مسكنة وخافضة حرارة نفس الوقت. أهم شيء الراحة في البيت والإكثار من السوائل والحمضيات، يعني عصير البرتقال، عصير ليمون لأنها تحتوي على فيتامين سي. أهم شيء الراحة في البيت والإكثار من السوائل، هذا هو العلاج الرئيسي والأساسي، بالإضافة إلى المسكنات طبعا، مضادات السعال إذا كان هناك سعال، مضادات الاحتقان إذا كان هناك سيلان في الأنف. أريد أن أقول أنه كثير ما نسمع كلمة أنه اللقاح قد يسبب لي المرض، ما بدي أخذه لأنه ممكن يصير عندي مرض، هذا خطأ شائع جدا. اللقاح هو فيروس ميت لا يؤدي إلى المرض، لا يمكن أن مطلقا أنه يؤدي المرض، لأنه الفيروس ليس حي. ما قد يحدث هو ردة فعل بسيطة نتيجة أي لقاح يعطى للإنسان، أنه مكان اللقاح قد يحدث احمرار أو ألم خفيف، أو قد تحدث ممكن نادرا تحدث حرارة نتيجة أنه هذه مادة غريبة تدخل على جسم الإنسان. ولكن هذا خطأ شائع لكل من يسمعني، لأنه يوميا يعني من لا يريد أن يأخذ لقاح يتحجج بأنه اللقاح يؤدي إلى المرض، ويعرف أحدا ما أصيب بالمرض. هذا خطأ شائع، يعني معروف طبيا أنه هذا اللقاح لا يؤدي إلى ظهور المرض. والعام الماضي يعني كثير مرضى أخذوا لقاحات، ما حدا سمعت أنه صار عنده، وأنا كل سنة بأخذ لقاح ولا مرة صار عندي المرض. فإذا اللقاح يجب أن يؤخذ من عمر 6 أشهر إلى كبار السن، ويفضل للحد من انتشار هذا المرض، لأنه العالم أصبح قرية صغيرة، الأمراض الفيروسات القوية يعني انتشرت من كل مناطق إلى كل العالم، ونحن معرضون إلى فيروسات إنفلونزا تأتينا من دول يعني غير ما نحن نسكن فيها، فأفضل نأخذ لقاح للوقاية من هذا المرض. دكتور سريعا من فضلك، يعني أدوية ممكن نأخذها على الشلف، أو ممكن تنصح بالشوربة، الأكل الخفيف يعني في أقل من دقيقة من فضلك؟ أكيد شوربة دائما ننصح فيها، لأن السوائل من لديه حرارة يجب الإكثار من السوائل. عصير البرتقال طبعا لمن ليس لديه سكري، عصير البرتقال، عصير الليمون، يعني الماء، الإكثار من الماء، خاصة من الماء، ما يوجد على الشلف فيها خافضات الحرارة، أدوية الصداع، المسكنات، مضادات الاحتقان، مضادات السعال إذا كان هناك احتقان أو سعال، كلها موجود في الصيدليات ولا تحتاج وصفة طبية. نعم دكتور أشكرك جزيلا، شكر النصائح هامة هذا الصباح لتخفيف أعراض الإنفلونزا، نلتقيك في الأسبوع القادم. أشكرك دكتور ظافر عبيد أخصائي الطب العام، إلى اللقاء إن شاء الله. شكرا لك. شكرا.